لا 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 يا ملك، انت بغاش المفروض تنزلي مهما حصل. هو ايه ده؟ انت مش رايحه تديله برزنتيشن ولا تقولي له ادينه سبوت لله والنبي، انت رايحه ميعاد محدد عشان يحصل فيه اتفاق. انت مجنون يا رامي، كنت عايز نقعد بعد الطرد والبهدله والكلام السافل اللي قالته الزباله دي؟ وبعدين دي واحده جايه ومتمليه وعارفاني كويس وعارفه انا جايه ليه. من الاخر حد مقريها اللي بيحصل. مالك اديني فرصه. طيب وانا هكلم اميره بفهم ايه اللي بيحصل. اوكي هكلمك كمان شويه. باي باي. اقول لك على حاجه، الكامبين ده مبسوط لنا فيه، وعندي احساس كده من جوه بيقول لي انه مش هيكمل، وبقول نوع قالت نوام بليز ركني على جنب شويه وبطلي فالك المهب ده عشان انا مش ناقصه. طب يا اخويا خلي ست بتاعتك دي تعمل لها اي منظر. ما انا بكلمها اهو. ايوه يا اميره انت فين يا سيدي؟ ما باظتش ولا حاجه، تخرج بس اللي جوه دي واشوف ايه اللي هيحصل. ما تقلقش هكلمك تاني. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه، ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. وما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن اضيع اللي بنيته عشان واحده زيك؟ موتك ما يبسطنيش، انا هموتك بالحياه وده اللي هيبسطني. يعني ايه؟ مش فاهمه. فكري فيها على مالك. يلا. ما بتردش. هي مين؟ ملك. وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجه من هنا منهاره وبتعيط، حاولت الحقها ما عرفتش، عماله اكلمها في التليفون ما بتردش عليا. انت اللي قلتي لرشا انها عندي؟ لا طبعا، ازاي؟ بس هي جايه وعارفه انها عندك. عارفه منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت امنعها انها تدخل لك، بس انت عارف اسلوبها بقى. مفهوم. انا خايفه اللي حصل ده يعمل لنا شوشره واحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ هي ملك دي من نوع اللوكلوك؟ ما اعرفش، اصلا مش صاحبتي يعني. طب سيبي رخامه. انا فكرت في حاجه كده، تسمعني؟ أسمعك. تفضلي. Thank you.
أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نادين. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجه تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الورد على انها انت. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقه هو فعلا في حاجه بتفرقنا عن بعض للاسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة ما عرفتش تسيطر على العربية واتقلب بينيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوه المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام، وهي على فكرة بتسمعنا وبتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. آه مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلاً، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريباً. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه، نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة، أنا ما يردنيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي دي حاجات بسيطة، ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. Bang, 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 bang
عايزه ايه؟ امسكي دي، امسك. مريم تمام؟ معاكي فلوس؟ اه تمام. عايز كريدت كارد ولا كاش؟ كاش كاش. خد خد يا بنت المحظوظ، امسكي خل بقى عشان نمشي بقى. طب يلا ميشو يلا. لا لا انا قاعد انا قاعد. لا 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 كده اتك على نفسك في السواقه عشان اركب مع ميرو ونطلع وراه. بس يعني انت مش عارف بيتي يعني. بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا هنفطر يا جدعان. عندي افطروا براحتكم، انا مروحه. ايه مروحه وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سبع نومه يعني. اتك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معاه. وبعدين الواد ميشو بيجيب البت اللي معلم فوق دي وهيجي معانا برضه يعني، فخليكي لطيفه كده يا مريم. طب اعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها، يعني المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟ عشان انت مش عارفه جو البيت. بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليسي عمل فيك ايه لما رحت لنا. عمل ايه عمل ايه؟ الحياه هو راجل رخم يعني ببساطه، هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق. صعب والله. انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتوره، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل، ولا يذبحك ولا حاجه. والله ده شاري انت كده. انا قلت اللي عندي. انا اول مره اعرف انك بتفهم. وانت حر. صدقني اول مره اعرف انك بتفهم. شوف انت بس بتفهم. ايوه. هتسوق ولا تسوق؟ لا اسوق ايه؟ انا شايفك بالعافيه. اسوق ازاي؟ انت اسوقي طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسوق؟ اسوق فين؟ اسوق ازاي؟ يلا احنا نطلع سوا. ها بلاش جو ابوكي والكلام القديم اللي انت بتقوليه ده. ولا ابويا. هروح البيت يعني، هروح البيت. مفيش بيت. هتروح البيت ايه بس؟ ام سو سوري، انا بجد ما خدتش بالي. ما تتخضيش، ما حصلش حاجه. العربيه اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضل انت. ما فيش حاجه خالص يا جماعه. طب لو تحب. احب ايه بس؟ اتفضلي حضرتك المره اللي جايه بس وانت راجع بيبص في المرايه. اتفضلي. ثانك يو. الحزام بقى. على فكره انا كنت هنزل ابهدل الراجل ده بس الحزام ما فكش، ما قدرتش انزل بصراحه. وماله حزامك؟ ايه؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الكراسي ده نديم فخري؟ مريم انا بسالك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا. عشان كده لما شافني سألني إن إحنا اتقابلنا وأنا قلت له لأ. تصدقي ما جاش في بالي خالص إن يكون قبلك أنتِ. ها بقى قولي لي، قابلتيه إزاي وإمتى؟ وليه جريتي بالشكل ده أول ما جيت أعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسية دي. الحالة اللي عندك جات لي ناس كتير قبل كده وياما خفوا منها، أنتِ ما فيكيش حاجة. بس من الواضح ان معرفتك بيه طياري كده، صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقوليليش يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟
والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكرة الحقير ده جالي المكتب وانا رفضت قبله. يا حبيبتي اصبري، ممكن العبها بطريقتي؟ الاشكال الواطيه دي محتاجه طول بال ولعب على الهادي. ما انا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك، كفايه عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك. وبعدين احنا مش اتفقنا انك تسيبي لي الموضوع ده؟ طب ممكن واحده واحده عليا اخلص من موضوع عمك الاول وقضيته، وبعدين افضل الليسي ده. بس قبل ده وده لازم اثبت نفسي في شغلانتنا دي، لازم امضي العقد ده. انتي مش متخيلة يا مريم الموضوع ده هيفرق معايا ازاي. ها قوليلي بقى، قابلتي امتى وفين؟ وحياتك لا كان هيروح ولا يجيب لها ورد لولا ان انا فضلت ازن عليه وانا اللي خليته يعمل كده. انت كنت عايزه الموضوع يفكس وانت واقفه بتتفرجي ما بتعمليش حاجه كمان؟ لا طبعا، بس بيني وبينك ورشا دخل عليا قلبي كان هيقف. هو ما عرفتيش؟ عرفت ازاي؟ اموت واعرف. دي داخله وعارفه ان في ميتنج، شكلها عندها عصفوره كده بتسرب لها الاخبار. ما هو ده سهل يتعرف. اللي مجنني ان مفيش حد غيري كان عارف الميتنج ده، ده حتى السكيورتي انا مبلغاه قبلها بخمس دقايق. يبقى هو هو ده. ايه دي رشا محجوب هتنزل لمستوى السكيورتي والحاجات دي؟ لا طبعا، الموضوع فيه سر، بس انا هفضل وراه لغايه اما اعرفه. انا دفعت فلوس كتير قوي في الموضوع ده، مش عايزه اقول لك كمان انا عملت ايه. ماشي ماشي ماشي، طمني كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. تمام، بس عايزه اقول لك ان انا مش هينفع اجي هنا تاني. طالما رشا عرفت هتفضل تحفر ورايا. بصي، هي الفكره عجباني، بس انا عايزك لما تعملي الاعلان تعمليه دايركت على طول كده اهو، عشان اخلص خالص على الكلام الفاضي بتاع الفورمالين اللي في الجبنه. خلاص، يبقى احنا محتاجين انك تبعت عينات من منتجات المزرعه لمعامل وزاره الصحه وتطلب منهم ريبورتس بياكدوا فيه ان هو خالي من الفورمالين. بس اهم حاجه انه الاختام دي تبقى واضحه، وكمان محتاجه ريبورت تاني من وزاره الزراعه لنفس الغرض. ويا سلام بقى لو من اي بلد عربي انت بتصدر له، تبقى انت كده تمام. بس بقول لك ايه، اوعى يكون فيها فورمالين بجد. لا اطمني، انا طول عمري ماشي ستريت، ماليش انا في العك ده. لا طبعا عارفه انت مالكش في الكلام ده. على فكره كلامك طلع صح، احنا فعلا اتقابلنا قبل كده. لا بس ثانيه، ما كنتش انا، دي مريم اختي. شفتي بقى، انا ما انساش حاجه ابدا. قابلتها فين مريم؟ لا ده موضوع كده هبقى احكي لك عليه بعدين. انا كده ولا كده هشوفك بكره اخر النهار، وجايبه لك معايا مفاجاه هبقى اقول لك عليها بكره. يلا باي، ما تنساش تبعت العينات. طيب سيو باي. يلا سيو باي. تعالي. ايه الانشكاح ده؟ ولا حاجه. ايه الاخبار؟ الميتنج روم جاهزه. طب يلا بينا. طب يا نهى روحي انت وانا هحصلك على طول. اوكي. انت قلت لبنتي ما تردش عليا؟ قبل اي كلمه، صوتك لو عالي هنا مش هيحصل طيب، فيا ريت نتكلم بهدوء. اظن انت سمعت انا قلت ايه. واظن انت عارف ان انا لا اخلاقي ولا تربيتي يسمحوا بحاجه زي دي. بنتك ما بتردش عليك، دي مشكلتك معاها. شوف انت عمايلك وصلتها لايه. عمايلي ولا شحنك ليها؟ صوتك. وبعدين انا مش فاضيه، عندي شغل، ام سوبر بيزي. وانا مش جاي عشان اقعد اتضايف، انا جاي عشان اديكي دول. انا صرفت مكافاه الامتحان ودول تحت حساب علاج البنت. شيل فلوسك. لا احنا متفقين، وانا مش هسمح ابدا ان بنتي تتعالج على حسابي. وطي صوتك، وطي صوتك. انا لولا الظروف اللي انا فيها ما
انا كنت قمت بالليله كلها، بس احنا برضو متفقين ان انا هرجع لك فلوسك على داير مليم. وانا مش مستنيه منك حاجه ولا بنتك. بنتك مش محتاجه فلوس يا حازم، بنتك محتاجه الاب يطبطب عليها وياخدها في حضنه، ينسيها اللي هي فيه، يشغل لها وقتها وما يخليهاش تفكر لحظه واحده. بنتك محتاجه الحب يا حازم. متهيألي دي حاجة مش موجودة عندك. ألو، طنط مريم موجودة؟ أيوة موجودة. طب أنا عايزة ضروري. مش هينفع. حطي بس التليفون على ودانها وقولي لها ان في حد عايز يكلمها. طب خليك معايا سنيوت. نديم فخري؟ مريم، أنا بسألك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ أنت مريم، في حد اتصل على تليفون البيت وقال إنه عايز الضروري. لما قلت له مش هينفع، قال خليها تحط السماعة على ودنها عشان هقول لها حاجة مهمة. الو، هي معاك اهي. وحشاني يا مريم يا حبيبتي. انا ريتك ما بتساليش، قلت اسال انا. طب بذمتك يا مريم انا ما وحشتكيش؟ مش هتعرفي تربطي للاسف، معلش. طب بقول لك ايه، اسمعي بقى الكلمتين دول وحطيهم حلقه في ودني. اسلوب التهديد بتاع اختك ده يا حبيبتي ما يكونش معايا. انت عارفين أنا لا بخاف من مكالمة التليفون ولا بتهت من كلمتين بيتقالول، فطلاقي حياتي من غير ما تعب. اعملوا اللي أنا طالبه، مش هطلق، مفيش طلاق. وبعدين طبعا أنا مش محتاج أفكرك بصورك وفيديوهاتك اللي ليك عندي، يعني فقولي لأختك تنجز، خليها تنجز بدل ما أعمل معاكوا الصح. وبعدين يعني هيجي إيه الرقم اللي أنا طالبه في الملايين اللي معاك أنت وأختي؟ خلي كده مالك تفكها شوية، بلاش بخل بقى. وبعدين قولي لها جو البلطجيه البلدي اللي هي عايزه تعمله ده ما بياكلش اليومين دول. اما انا ممكن اجيب لها بلطجيه انا كمان، هم يعني هيكلفوا قد ايه؟ فهميها كده وعقليها وشوفي هتشرحها لها ازاي بقى. ها؟ وبعدين بقول لك ايه يا روحي؟ يعني بخليكي فاتحه تليفوني، يمكن اكلمك في مره، اعدي عليكي في مره. تحب انت تعدي عليا في مره كده يعني؟ ها؟ يلا حبيبي، ما تنسيش ان احنا لسه مع بعض. يعني ماشي يا حبيبتي، يلا باي باي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا حبيبي. مين ده يا مريومة؟ بيبقى طعمها ماما قالت لي الدواء اللي انتي بتاخديه في المستشفى هو اللي بيخلي طعمها كده. اوكي، هنشتغل على تو لاينز. اول لاين هيكون اعلان دايركت، وده السكريبت بتاعه عبارة عن شهادات مختومة وموثقة من وزارة الزراعة والصحة وكمان من وزارات من بره، والمفروض انه نديم فخري هيجهز لنا ده خلال يومين. معلش انا مش فاهم، بس هو في برودكت معين هنعمل له حاجه دوكيومنتري؟ لا انا كلامي واضح يا رامي، اعلان دايركت يعني صور وناريشنز تعرضت مجموعه الخير للمواد الغذائيه الى حمله تشهير كاذبه هدفها التشهير من سمعتها مثلا. هنبقى نحضر ده بكره، فهماني يا نيره؟ هقعد معاكي وانت بتكتبي السكريبت ده. اوكي. طيب هو مش المفروض ان ده شغل البي ار بتاعه هو؟
وكمان شغلنا احنا. خلونا بقى في اللاين التاني اللي انا عايزة منه انيماتيك بورد يبقى جاهز بكرة. بكرة؟ بكرة ازاي يا ملك؟ ايه السرعة دي؟ لازم الاول نقعد مع التيم اللي عنده نعرف البلان بتاعهم، الماركتينج، عاوزين ايه، محتاجين ايه. من غير ما نقعد ولا نسمعهم يا عمرو، انا عايزه ابهر الراجل ده ما خليهوش يفكر لحظه. ملك معلش يعني هو من ناحيه مبهور فهو مبهور خلقه. اميره موجوده عشان ايه؟ لا اميره عملت اللي عليها، وصلتنا لحد الباب وتشكر. دلوقتي جه دورنا. انا بفكر نجيب لعيب كوره مشهور ومعاه ولد صغير. لعيب كوره مشهور ثانيه واحده معاه ولد صغير. الولد مثلا عمره قد ايه؟ 6 سنين مثلا. 6 سنوات مثلا. والاثنين بيلعبوا سوا، وبعدين الولد بيعلي الكوره فوق قوي. ايوه بشكل مبالغ فيه جدا. واللعيب هيبقى مبهور ان الطفل قدر يعمل كده. تمام بالظبط. والكوره تطلع فوق جدا في السحاب وتتحول فجاه قدره قادر لعلبة جبنه الخير مثلثات. بص يا عمرو. ايوه انا محتاجه فكره اعلان يطمن المستهلك ناحية المنتجات دي بعد الإشاعة اللي طلعت عليه. أيوه. وتاني أهم عامل، لازم المستهلك ما يحسش إن المنتج ده غالي على جيبه. ما يحسش إنه غالي. وإنه متميز عن باقي المنتجات اللي شبهه في السوق. في السوق. بكرة عاوزة فكرة تلخص الموضوع ده على أنيماتيك بورد. ملك معلش أنا سمعت بس كلمة بكرة. بكرة؟ نعم بكرة. إزاي ملك؟ ملك اللي أنتي بتطلبيه ده مستحيل. ده مش مستحيل، ده مستحيل جدا. لا انا بتكلم جد على فكره. بكره الساعه 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز. الساعه 4 لازم اروح عند الراجل والفلاش ميموري في ايدي. تمام الكلام ده؟ ملك هو انت مضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما مضيتش. طب لما هو لسه ما مضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي. افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي انا قلت عليه هيمشي ضروري. يلا باي يا جماعة. انا هجيب انيميتر منين في الوقت ده يرد عليا عشان اتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكره؟ لا مش هي دي القضيه خالص على فكره، دي ممكن تتحل. هو بس ايه ده؟ ايه ده؟ بكره الساعه 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز. الساعة 4 لازم اروح عند الراجل والفلاش ميموري في ايدي. تمام الكلام ده؟ ملك هو انت مضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما مضيتش. طب لما هو لسه ما مضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي. افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي انا قلت عليه هيمشي ضروري. يلا باي يا جماعة. أنا هجيب أنيميتر منين في الوقت ده يرد عليا عشان أتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكرة؟ لا مش هي دي القضية خالص على فكرة، دي ممكن تتحل. هو بس إيه ده؟ أنا مش قلت لك ما تهوليش ناحية البيت؟ أهلا 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 حبيبي بابي. اهلا اهلا اهلا. نروح على اوضتنا بقى. يلا. I love you so much so much. ازاي تستجري؟ بتطمن على بنتي. قلت لك ما تهوبيش ناحيه البيت ده. يا نديم ارجوك لازم نقعد ونتكلم بالعقل. مفيش اي كلام بيني وبينك، اطلعي بره البيت ده حالا. نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحه الحوادث. بلاش ابتزاز. مش عملتي محضر بضياع الدبله؟ ويريتني متهببت وسمعت كلامك. ليه؟ عشان اي حمار بيفهم هيعرف ان انا عملت المحضر ده بعد ما اكتشفت ان نسيت الدبله هناك. مش قلت لهم انها ضاعت في المكان اللي كنت سهرانه فيه؟ سيبك من المحضر، خلينا في النيابه. النيابه استدعت وليد. مين وليد؟ وليد اللي تامر قال لك عليه قبل ما يموت على طول. وايه كمان؟ وليد ده واطي وفي كل العبر. جالي النهاردة الصبح يهددني من الآخر كده. شافنا وإحنا نازلين من بيت تامر وصورني كمان بعد ما نزلتني من العربية في الشارع. مم.
الحوار ده ممكن يعوق جامد في النيابة. أنا عايزة أخرسه بقرشين. النيابة لو وصلوا لي وعرفوا إننا اتطلقنا يوم الحادثة هيبقى أكبر دليل إنك ظبطتني معاه. وهندخل أنا وأنت في سين وجيم. وعندك بقى جرايد تكتب ومواقع وفيسبوك وتويتر. يعني من الآخر يا رايح كتر من الفضايح. شوف بقى صحاب لوجي ممكن يقولوا لها ايه في المدرسة. وشغلك والعملاء بتوعك وكل الناس اللي نعرفه. عشان كده انا فكرت كويس ولقيت اسلم حل اننا نرجع لبعض. صدقي صحيح ده اسلم حل. ازاي كان تايه عن دماغي قدام الناس بس مؤقتا يعني لغايه ما الدنيا تهدى وكل حي يروح لحاله. بليز يا نادين ما تضيعش سمعتي وسمعتك عشان نشوف ايه دماغك. انا في الاخر ام لوجي بنتك. شطورة ومهذبة ولما بابا يكلمها لازم ترد عليه. الصبيات يزعقني وهيقول لي تاني بتي عندي وانا بحبش اروح عشان الست اللي هو متجوزها دي. ما هو مش لازم تروحي له ولد بتي عنده يا حبيبتي. بس ما يكلمك ترد عليه تطلبي منه تخرجوا مع بعض تتغدوا سوا يجيلك هنا لو عايز. انا ما عنديش مانع طبعا. ممكن تفهميه بالراحة كده ان انا مش بحب ابات عندك وانا بحب قط اللي هنا. اتفقنا؟ يلا بقى ابعتي له مسج قولي له معلش يا بابي انا اسفه مش كنت بكلمك وبكره الصبح نتكلم مع بعض. ايه مستغربه ليه يا حبيبتي؟ احنا مش اتفقنا ومالكيش دعوه بالمشاكل اللي بيني وبينه؟ اي نعم انا بزعل وبتضايق لما بيزعقلك بس في الاخر ارجع اقول ده باباكي وهيفضل باباكي مهما حصل. اوكي كي. يلا بقى ايوه كده حضن كبير وبوسه. الله يا حبيبتي. يلا بقى ننام وندفي بعض. كي كي. تصبحي على خير. انت من اهل الروح يا حبيبتي. شوف مصيبة في الشغل ولا ايه؟ لما صوروش الاعلان تبقى كارثة. طب يا حبيبتي ارتاحي انتي كده ثانية وهرجع لك مش هتأخر عليكي. اوكي؟ فهميني ايه ده؟ انت مجنونه ازاي اتصورتي معاها بالشكل ده؟ ما تفهميني. كان جوزك يا اختي ان شاء الله يكون مين؟ ما انا كنت متنيله على عيني متجوزه. عمري ما اتصورت كده ليه؟ ها؟ انت عارفه الصور دي لو نزلت على الانترنت ولا انتشرت في اي مصيبه الناس هتقول ايه؟ هتقول دي ملك هيفتكروها انا
وعارفه لو وقعت في ايد حازم ايه اللي هيحصل؟ هيرفع عليا قضيه وياخد مني البنت وحلني على مثبت للمحكمه انه دي مش انا. انت ازاي تخبي عليا انه ليه معاكي صور بالشكل ده؟ ليه ما قلتليش يا مريم الاول؟ ليه؟ يا ريتني ما كنت كلمته الصبح وهددته. لا وايه؟ كلامك معايا الصبح حسسني بالذنب ناحيتك واني مش عارفه اعمل لك اي حاجه واني مأجلاكي على طول. يا حرام. يا رب استعجلت وكلمته النهارده. هقول لك ايه بس؟ هتمشيني في سكه الله اعلم نهايتها ايه؟ هتخليني اشوف لي الحيوان ده حل قبل ما الصور دي تقع في ايد حازم ويستغلها. عامل ايه فيكي؟ ما تبطلي الزفت السجاير اللي انت بتشربيه ده ولا عايزه تفضلي خارصه طول عمرك؟ بنتك مش محتاجة فلوس يا حازم، بنتك محتاجة الأب يطبطب عليها وياخدها في حضنه، بنتك محتاجة الحب يا حازم. إيه يا حازم؟ هو أنت مش عندك محاضرات بكرة الصبح بدري؟ آه. آه؟ طب وسهران ليه أمال؟ أبداً، مفيش. مفيش؟ وأنا تايهة عنك، ما تقول لي في إيه؟ قلت لك مفيش. والله العظيم يا حازم أنت شكلك زي اللي عامل عاملة وخايف يقول. إيه الكلام الخايب ده؟ أنت إزاي تكلميني بالطريقة دي؟ بلا تكلميني كده بلا بتاع، انت بس راجع من بره كانك متشقلب، قلت اشوف فيك ايه. وسام انا مش فايق لك. امال فايق لمين؟ للي كنت عندها؟ ما تبصليش كده وما تسالنيش عرفتي منين. فيا شيء لله. انت عايز تقفل موبايلك ساعتين بعد ما تخلص محاضراتك وما شكش؟ قول لي بقى، انت اللي رحت لها ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ يا تاكلني يعني؟ يا حلاوه يا حلولي، اديك اعترفت وقعت بلسانك. جرى ايه يا وسام؟ انت هتحاكميني؟ انا حر، اعمل اللي انا عايزه. حر وتعمل اللي انت عايزه ما اختلفناش، بس احنا اتفقنا على حاجه، انك ما تروح لهاش لوحدك. رحت لها بقى لوحدك ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ استنى، هي عارفه ان انا ما عنديش محاضرات النهارده لانها مركزه معايا وحطاني في دماغها، تلاقيها هي اللي طبت عليك صح؟ طب ايه رايك بقى ان انا اللي رحت لها؟ ارتحتي؟ لا ما ارتحتش، ولعتني اكتر يا حازم، وعايز اعرف ايه اللي وداك عند الست دي بعد اللي عملته فينا. قلت لك انا حر. وانا كمان حره في اللي هعمله، دي حياتي، مش هسمح ان انت تهدها، تيجي في يوم تقول لي انا رجعتها علشان خاطر البنت. اوه تقرف. هيا يا وليد، شفت الموبايل ده قبل كده؟ ده موبايل صاحبك تامر سراج الدين، لقيناه مسجل اسمك وتليفوناتك وعنوانك وايميلك. انتوا صحاب مش كده؟ يعني لا مش يعني، انتوا صحاب وقوي كمان. الراجل كان عامل لك في الجاليري بتاعه البوم لصورك معاه ومسميه انا وانتيم. هو احنا كنا صحاب قوي. من غير ما تقول الرساله اللي بينكوا واضحه، الراجل ما كانش بيخبي عنك حاجه. قبل ما يموت بحوالي ساعه كان باعت لك رساله، تحب اقراها لك انا ولا تفتح موبايلك وتقراها؟ اوكي اقراها لك انا. قشطه يا برو، انا والملفايه طالعين على الخن، يلا حصلنا. والملفايه بقى تبقى صاحبه الدبله دي. انا هقول لك كل اللي اعرفه. الملفايه دي تبقى رشا محجوب، مرات نديم فخري. طب نلغي ازاي؟ تصرف يا اميره، قولي لها اي حاجه. قولها ايه بس؟ اي حاجه. ورا الشؤون القانونيه بتراجع العقد، اكتشفت ان في مشكله مع الايجنسي اللي فاتت، لما مشاكلنا تخلص معاها نبقى نشتغل كده يعني. طب هو انت ممكن تفهمني بس خدت القرار ده ليه؟ عشان ممكن مش مهم، مش مهم، اعمل اللي بقولك عليه. انت كويس؟ كويس. اه
طب انا عندي اقتراح، انا ممكن اجل لك الميعاد وبعد كده نحدد ميعاد تاني تتناقشوا فيه، تكون انت حتى فكرت وخدت قرار على اساس سليم. اسمع اللي بقولك عليه يا أميرة، مش هشتغل معها. انت متأكد انك كويس؟ اعمل لك حاجة تشربها؟ مش عايز حد يدخل عليا. أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحلك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام. طيب ابقى طمني وأنا ساعة وأكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانه؟ والله مش فاهمه مين اللي لازم يزعل من التاني، انا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه اهو اهو، مش انت هي في يا ست مالك هاني؟ ايوه انت، تقرير خبير طلع اهو، وكلام انا اللي طلع صح يا بنت اخويا. تزوير 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 افندم. بتزوري امتى ابوكي بعد ما مات يا ملك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول. الخبير اللي المحكمه حورت له الاوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما تقرير الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لأ. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لأ؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. هو ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت وارثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرا لك ولا تقري أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني يا مرق؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10، انما مفيش فايده. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استحملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي، ده زي ايدك ورحمه أبوك الغالي لازجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هسجنك. ومش عاوز حد بقى يقول ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هسجنك، أنا حلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما دوختيني. هسجنك يا ملك. أشهد.
أشوف وشك في السجن. مع السلامة. مش كفايه لحد كده؟ يعني بلاش اقول لجوزي؟ سيادتك اتصلتي على كل التليفونات تقريبا ومحدش رد. انت مستعجل على ايه؟ هي النيابه هتطير؟ وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش راضي تقولي؟ قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. ما هو ده اللي انا مش فاهماه. ضبط واحضار ليا انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا في ميس اندرستاندينج. امر الضبط والاحضار باسم رشا محجوب. مش سيادتك رشا محجوب؟ ثانيه اهو التليفون بيرن. الو مين معايا؟ الو ايوه يا اميره. مادام رشا حضرتك بتتكلمي من البيت ولا انا بتهيألي؟ نديم فين؟ موبايله مقفول وما بيردش على الدايركت بتاعه. وصليني بيه حالا. لا اصلا انا لسه واصله المكتب فمش عارفه اذا كان موجود ولا لا. لو مش موجود تحبي ابلغه حاجه؟ انت هتحوري؟ بقول لك لاقيهولي حالا وخليه يكلمني على طول. طيب ممكن دقيقه بس اتاكد اذا كان موجود ولا لا؟ دقيقه واحده. ايوه مستر نديم. مدام رشا على التليفون. مش عايز اكلم حد يا اميره. قولي لها ان انا سافرت المزرعه وتليفوني فصل. اوكي اميره استني. قولي لها ان انا في ميتنج وان انا هرجع البيت على الغدا. قولي لها كمان انك حجزتلنا على العشاء بره انا وهي. ولما تقفلي معاها عايزك تعملي فعلا كده. احجزي لنا مكان فيري رومانتك. كاندل لايت دينر يعني. اوكي ميرسي. اظن كفايه لحد كده ويلا بينا بقى. انت عملت كده ليه؟ ده انا كنت اون هولد يعني خلاص كانت هتحولني بيه. مدام رشا من فضلك يلا. طب انا بنتي في المدرسه وانا مش فاتحها شؤون اجتماعيه يا مدام. واظن في شغاله هنا برضو ولا انا غلطان؟ اتفضلي سيادتك معايا. انت خدت ده ليه؟ محتاجه معايا. هو في ايه بالظبط؟ مش عارف والله. اتفضلي. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا استاذ جلال؟ ما تفهمني مين اللي يعرف؟ وازاي ده حصل؟ ازاي البيه الخبير يقول في تقريره اني مزوره امضه ابويا؟ هو انت مش كنت حاضر معانا كل حاجه؟ طب بس استهدي بالله كده وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل؟ تتحل باماره ايه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمه ولا عمي؟ على فكره انا دلوقتي بس فهمت انت ليه ما كنتش عايز محاكم من الاول وكنت عايز تديله قرشين ونفضها سيره. طب لما انت مش قد القضايا دي ما تكون صريح معايا من الاول. بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك انا مراعي الحاله اللي انت فيها. علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين نبقى نتكلم على رواق. نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ حضرتك يا استاذ جلال مش واخد بالك انه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث. ومش واخد بالك كمان ان انا ممكن اتحبس بتهمه التزوير. يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل. انا هطعن على قرار الخبير وهطلب تشكيل لجنه ثلاثيه برئاسه كبير الخبراء ومراجعه عقد البيع من اول وجديد. وافرض ان المحكمه ما وافقتش؟ هتعمل ايه ساعتها؟ يا مدام ملك احنا لسه في اول درجه. حلني يعني اقعد انا كده مش عارفه راسي من رجلي ولا عارفه اتحكم في حاجه سنتين ثلاثه قدام؟ موت يا حمار. حمار؟ لاحظي ان كلامك جارح. عموما احنا ان شاء الله هنخلص قبل كده بكتير. موت ما نمتش من امبارح. طيب انا هسيبكم بقى لشغلكم وهبقى اطمنك لما اخلص مذكره الطعن. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ملاحظ ان الجدع ده كل مره بيجي بيعكنن عليكي. انا شايف ان انت تغيري وتجيبي اي حد غيره. والله شكلي هعمل كده وقريب. مين بقى الجدع الليسي ده اللي بيجي بيسال عليكي؟ ده واحد كده حاشر نفسه في كل حاجه وانا بنفض له. كلفنا كتير. معلش بس هيجيب لنا اكتر.
أنا هروح له. مستر نديم؟ أنا بحاول أوصل لملك طول الوقت تليفونها مقفول. بعتلها مسج، كلميها على مكتبها، بعتي إيميل، اعملي أي حاجة. أنا بقول بس لو تقابلها. أقابلها ليه يا أميرة؟ بقولك مش هشتغل معاها وأنا بتكلم صيني. تصرفي خلصيني من الحكاية دي. هو أنا ممكن أسأل سؤال؟ أيوة، أنا ورشا رجعنا لبعض، في مانع؟ مين تامر سراج الدين ده؟ مين تامر سراج الدين؟ دي دبلتك اللي لقيناها في اوضه نوم واترفعت بصمتها خلاص. ايه ده، انتوا لقيتوها؟ طب والله كويس، فيري جود. انا كنت زعلانه قوي لما ضاعت، كنت فاكراها اتسرقت. هي ضاعت ولا اتسرقت ولا نسيتيها؟ نسيتها فين حضرتك؟ حضرتك بتقول انكم لقيتوها في اوضه نوم، دي اهانه. انا ست متجوزه ومتجوزه راجل محترم، وبعدين انا اصلا عملت محضر لما الدبله دي ضاعت مني. ضاعت يعني انت ما تعرفيش حد اسمه تامر؟ اعرف مليون تامر، من اول تامر حسني لحد تامر هجرس. ده انا حتى عندي 2 في الوكاله بتاعتي بيشتغلوا برضه اسمهم تامر. غريب، مع ان في ناس شافوكوا وانتوا بترقصوا مع بعض، وشافوكوا برضه وانتوا خارجين من المكان اللي كنتوا سهرانين فيه مع بعض. هو حضرتك تقصد تامر ده؟ اصل انا ما اعرفش اسم باباه، فلما قلت لي سراج الدين اتلخبطت. ايوه طبعا اعرف تامر، ده حتى وصلني بعربيته ويميها لحد البيت. ايوه بقى، ايوه انا كده بقى فهمت، يبقى انا اكيد وقعت دبلتي في عربيته ويميها. بس غريبه يعني انه ما كلمنيش وقال لي انه لقاها. وانت ما كلمتوش ليه وسالتي؟ فكرت بس بصراحه اتكسفت، اصل احنا مش صحاب قريبين قوي كده يعني، دي كانت تاني او تالت مره بس اشوفه فيها. دي اول مره، واللي عرفكوا على بعض وليد منصور، ولا ما تعرفيش وليد كمان؟ يا ريت بقى تقولي لنا اللي حصل لما رحت مع تامر بيته. قلت لحضرتك دي اهانه، بيت ايه ده اللي روحته؟ رحت معايا يا رشا، والرساله اللي بعتها لصاحبه بيقول انك كنت معاه. كذاب اكيد طبعا، تامر ده كذاب، ذنبي انه بيكذب، واجهوني بيه. للاسف مش هنعرف نواجهك بيه لانه مات. ايه مات؟ ايه ما تعرفيش؟ لا طبعا، حضرتك صدمتني قوي دلوقتي. وهتتصدم اكتر لما حضرتك هتشرفينا لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي ويقول الشعر والبصمات اللي لقيناهم في بيته يخصوكي ولا لا. اكتب يا ابني. قررنا الاتي: تحبس المتهمه 4 ايام على ذمه التحقيقات، ويطلب تحريات المباحث حول الواقع، ويستعجل تقرير المعمل الجنائي. معلش، ممكن من فضلك استخدم التليفون تاني؟ قصدي عاشر. من فضلك قدر اللي انا فيه، وقدر اني مش عارفه اوصل لجوزي، وطبعا مش عارفه اتكلم مع حد عشان الفضايل. بليز من فضلك. اتفضلي. لا انا بس كنت عايزه ابعت مسج. اتفضلي. متشكره قوي.
هروح. ازاي؟ يعني ايه ازاي يا رامي؟ انا لازم اعرف هو عامل معانا كده ليه؟ احنا مش عيال بنلعب، ده بيزنس. يعني انا كان ليا حق لما قلت لك امضي العقد الاول قبل ما تصرفي جنيه. هو احنا في مين له حق ومين ملوش حق يا نوح دلوقتي؟ ما تحسوا بيا شويه. لو سمحتي قولي لهم يحضروا لي العربيه. ملك يعني افرضي روحتي وما عرفتيش تقابليه. امال الاميره بتاعتك دي بتعمل ايه؟ ولا هي ساعه القبض اوكي وساعه الجد بلح؟ يا عيني دي هتتشل. ويا عينك ليه ويا قلبك ليه؟ وهي عملت لنا ايه في الاخر غير انها لبستنا في الحيط وخلتنا نكوع على الفاضي؟ ملك ما تزعليش مني. ها انت اللي استعجلتي. ايوه انا اتزفت استعجلت. خلونا في الحل بقى. هي مش قالت له ان موبايلي انريتشبل؟ اه تمام، نكمل اللعبة بقى. هي فعلا حاولت تكلمني وما لقيتنيش، وانا رحت في معادي. اول ما دخلت على مكتبها هي في التواليت، ودي عليك انت يا رامي. واروح انا اطبع عليه على طول كده مفاجأة. هو اول ما يشوف شغلنا هيغير رأيه. طب بدل ما يبقى فيها احراج ويقولك كلمة كده او كده، ما تبعتي السي دي مع اميرة. اه عشان ترميه في الدرج وتقول لنا وريته له وما عجبوش. انا لازم اقعد معاه فيس تو فيس واتكلم معاه كمان، مش هينفع حتى في التليفون. سيبوني بس شوية كده أرتب أفكاري عشان أعرف أقوله إيه. أوكي. ده إيه اليوم اللي ما يعلم بيه إلا ربنا ده؟ وأنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ وعندك يا ستي ومثيلك اللي أنا 10 فدادين مانجا بالإسماعيلية، ها؟ وشاليه في العين السخنة، وأخوه يرد عليه على طول في راس سدر، شاليه تاني في راس سدر، الاتنين يشوفوا بعض، تصدقي؟ يعني يا عيني. ده غير بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي، عارفاها؟ الفيلا الكبيرة قوي دي اللي على البحر، ها؟ وغير شقة المهندسين اللي كان الله يرحمه عاملها عيادة اللي في المهندسين. الله، ما كان في عيادة في باب اللو، أنت نسيتها ولا إيه؟ لا مش ناسيها، أنا ما انساش حاجة أبداً، مش ناسيها طبعاً، بس دي إيجار، يعني سيبك منها، خلينا في التقيل، فاهماني؟ بصي يا ستي بصي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ جواب من البنك. قول. أحكي لك. أصلها يا ستي رفضت الواد البواب بتاعها لما شافته واقف يتكلم معايا. فالواد ما بقلوش رزق يسترزق منه غيري، فأنا رحت بشغله شغلانة بسيطة قوي كده. قلت له تقف قدام باب الفيلا، أول ما يجي المستشار تاخد الجوابات اللي جايبها لها تديها لي. أيوه. فالواد سمع الكلام، فجايب لي جواب من البنك أهو. اقرا. جواب من البنك. طبعًا في بنك تاني وتالت ورابع. أكيد. ها؟ ده بنك واحد. بص يا ستي ده الحساب الجاري. اسمع الحساب الجاري فيه قد ايه؟ قول يا اخويا قول. 1,600,000. يا نهار اسود. لا وايه؟ دولار. دي او لم الف ر دولار. اخضر اخضر. تمام يا حبيبتي تمام. شفتي؟ ده الحساب الجاري. نخش بقى على حساب التوفير. كام يا شطرة؟ ها؟ مسكي نفسك شوية. قول. 2,900,000. يا قلبي. لا 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 استني. لا وإيه؟ امسكي قلبي بعد دي. ودولار. دي أولم ألف ريه. دولار. ده غير الفكة اللي على الوش. سيبك منه. ده بقى في حساب تاني بالجنيه. أيوة. وحساب تالت باليورو. أيوة. وحساب رابع بالاسترليني. ده غير بقى الشهادات والودايع اللي أنا مش عارف ألم أولها من آخرها. نادية لغاية دلوقتي. أنا عايز أسألك سؤال. أموري. أخوك جاب الفلوس دي كلها منين؟ ها؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ لا طبعا لا، بس هو زي ما تقولي اخويا الله يرحمه كان ناصح حبتين. كان كل شويه يشتري اسهم في البورصه، ها؟ يروح شاري شويه شقق ويروح معنتكها ومظبطها ويروح بايعها يكسب طبعا فيها، يشتري اراضي بملايين وبعد شويه يروح بايعها بملايين. يا حبيبي. ناصح. امال انت ما طلعتش ناصح زيه ليه؟ يعني زي ما تقولي خيبه بعيد عنك.
قول لي بقى الاسطوانه المشروخه بتاعتك. اصل انا سبته يكمل تعليمه ويخش. انا اللي صرفت عليه. ايوه يخش الطب لغايه ما خلص بقى دكتور. انا اللي صارف. وبعدين انت توظفت عشان تصرف على امك وعليه. امال ايه؟ بس يا خساره ما تمرش فيه ولا تمر في بناته. لو ابنك الفقري بس يسمع كلامي. بقول لك ايه؟ نعم. هو انت مش طلبتي حاجه منها؟ واخد بالك علشان تخلصي الموضوع بطريقتك. ايوه. طيب ما انا جبت لك يا اختي الحاجه لحد عندك. ان شاء الله هيحصل بس انت قول يا رب. يا رب يا ستي يا رب يا رب. بقول لك ايه؟ انت فاكر الشقه اللي احنا رحناها له في اسكندريه زمان؟ ليه هنساها دي كمان؟ آه. لا يا اختي مش انا بنساش حاجه. انا صحيح مش كاتبها عندي بس كتبتها للمحامي. ايوه ايوه. شقه في سان ستيفانو. دي شقه 200 متر على البحر عدي في سان ستيفانو. دي دلوقتي عارفه لو قلت ابيع مش اقل من جزء اراني. امال ايه انسى؟ كلكم الفيلا اللي هم عايشين فيها كوم تاني. ايوه على رايك هم يعيشوا في فيلا وانا اعيش في شقه ايجار. الله. واحنا كان معانا قلنا لا. كان معايا يا اختي. كان معايا. انا عندي شقه تمليك في فيصل. فيصل؟ ايوه فيصل. قعد الحيل ابنك ورايا يزن 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 لغايه ما خلاني بعتها وجابنا في المنطقه دي اللي مش عارفين فيها حد. وابن الحيله ده لو يسمع كلامي كان يغنينا العمر كله، وبدل ما ندور على التلت يبقى معانا التلتين. لكن حول ايه؟ دماغه ناشفه زي اللي خلفه. هتلاقيه لازم تليه غصب عن عينه وعين ابوه وعين امه كمان. او سلامته شر خير. بتقطعه في مين؟ ايه ربنا يخليك لينا، احنا حاجتنا حد نتكلم عليه الا انت. طبعا مفيش غيرك. حد يا ابني يسيب الذهب ويدور على الفلسو؟ وياريته بينفع. يا ريت على كده وبس يا ناديه. الا كل شويه نتعكم في شبكه بالشيء الفلاني كده وتروح لحالها. نتعكم؟ اه. اللي يسمع نتعكم دي يقول انكم بتدفعوا حاجه من جيبكم. يا عم فلوسك، احنا عارفين انها فلوسك، بس فلوسك يا وادي اللي بتترمي في الارض. لا مش حرام، اطلعوا انتوا بس من دماغي وسيبوني في حالي والنبي. والله ما هتطلع من دماغي الا لما تنفذ اللي في دماغي. ايوه. ماما، اللي في دماغك ده اللي هو ايه؟ ها؟ اللي في دماغك ده ان اتجوز واحده اكبر مني بسنتين؟ وهي يعني ما ان شاء الله يا رب تكون اكبر منك ب 20 سنه. ايوه 20 30 ما جاش حاجه يا ابني، الحاجات دي بتروح في الجواز. فرق السن ده بيروح خالص صدقني. وبعدين انت هتتجوزها على طول شويه كده وتروح قلبها وتتجوز اللي في بالك. ها؟ ويقلبها ليه؟ أه؟ هي وحشه دي زي فلقه القمر. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، يا جدعان حرام عليكم، ده ما فيش بيني وبينها حاجه. هتجوزوني واحده ما اعرفهاش دي خرصه. ومال احسن لك. اوي احسن لك يا واد، اوعى حد يحسدك على الخرصه دي. مش بدل ما تجيب لك صداع نصفي كل يوم هتجوز ابنك واحده خرصه؟ يا ابني ايوه. قال لي ما في حطمن عليك انك عايش في هدوء. يهبل يهبل، هتعيش في هدوء، تخش بيتك. مريم لطفي الجرح، امضي لي هنا. بس هي ما بتتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شويه. الف سلامه. ده انذار بتاعها من جوزك.